بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين اول وصفه مع بعض، المكرونه البولونيز، سهله جدا، بربع كيلو لحمه مفرومه وكيس ونص كده من المكرونه المسلوقه، ونعمل الغدا سهل، مكوناته بسيطه وطعمها خطير، ان شاء الله يا رب تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل ميلك شيك الموز، لذيذ قوي قوي وفي الكافيهات يعني مكسر الدنيا وطعمه تحفه، هنعمله احنا في البيت انضف بقى، هننبسط منه جدا ان شاء الله. يا رب الحلقه تعجبكم. فاصل بس الاول بسرعه جدا، ونرجع بعد الفاصل نعمل المكرونه البولونيز، خليكم معانا. انا جيت، انا هعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، الباستا البولونيز او المكرونه بصوص البولونيز، سهل جدا، هعمله باسهل طريقه من غير اي بقى حوارات وبتاع. هو طبعا ليه طريقه اصليه ومش عارفه ايه، بما اننا في مصر يعني وعندنا المكونات بتاعه مصر العاديه، فنعمله بولونيز مصر وخلاص، فاهمين قصدي؟ هيبقى بسيط جدا ومفيهوش ابدا اي حاجه، وهتخلصي الغدا بسرعه، اهم حاجه ان احنا نخلص الغدا بسرعه ويبقى طعمه حلو ونتغدى وخلاص ونقول الحمد لله. بصوا انا معايا مكرونه سباكيتي، اخترت السباكيتي يعني بتبقى لذيذه، طبعا تختاروا اي نوع مكرونه مفيش مشكله، ومسلوقه وجاهزه معايا زي الفل. نيجي بقى لصوص البولونيز المصري. معانا لحمه مفرومه فيها نسبه دهن شويه عشان تبقى طعمها لذيذ كده، الكميه اللي معايا دي بقى ربع كيلو مثلا، ممكن كمان اقل مفيش مشكله، احنا هناخد من طعمها مع الصوص الحلو اللي هنعمله ونحطه على المكرونه. معانا بصلايه مبشوره ناعم، معانا فص ثوم مفروم، معانا جزرايه كده صغنونه مبشوره، معانا طماطم متقطعه مكعبات تقريبا، طماطميتين حلوين كده او ممكن اكتر برضو براحتكم، تقطعي مكعبات صغنونه كده، معلقتين من معجون صلصه الطماطم، طبعا زيت، هنحتاج ملح وفلفل، معايا رشه من جوز الطيب اختياري، ومعايا تابل الاوريجانو اللي هو يعني تابل ايطالي كده طعمه ظريف، لو مش متوفر ممكن تحطي بداله الزعتر، لو مش متوفر ما تحطيش. وخلاص مش مشكله، احنا كده كنا متفقين ان دي البولونيز بتاعت مصر مش بتاعت الناس اللي هناك، فانا احط براحتنا بقى، انا احط كده معلقتين زيت. بس في وصفات بتبقى فيها مكونات شويه كده احنا مش يعني مش واخدين عليها، فما نكهربش نفسنا، اعمليها براحتك وقولي عليها دي بقى بتاعت مصر وخلاص. كده انا نزلت الاول باللحمه المفرومه، نقلب عايزينها كده ايه تدخل في التشويح وتتظبط، ومعانا بقى البصل، بصلايه حلوه كده مبشوره، الريحة خطيرة. عايزين اللحمة تدخل في التسوية، قلبيها كويس، نعمل حفرة كده خفيفة، وننزل بقى بالثوم، ثوم مفروم، لا الريحة ملهاش حل، هنحط ملح وفلفل، وهنحط رشة خفيفة كده من جوزة الطيب، زي ما اتفقنا كده ايه، جزراية صغنونة ولا نص جزراية صغنونة مبشورة اختياري برضو على فكرة، الجزر ده يعني مش مشكلة، لو مش عايزين تحطوا ما تحطوش، هو هيدوب كده وهيبقى حلو، ريحة البصل والثوم خطيرة. عايزين نحط بقى ايه، مدام خلاص اللحمة المفرومة كده تمام، ننزل بالطماطم، وكمان معجون صلصة الطماطم،
شويه ايه الاوريجانو او ممكن زعتر، نقلب الكلام اللذيذ ده كده مع بعضه، ممكن نحط له شويه ميه سخنه. بس كده طبعا دوقي بقى الصوص ده عشان تطمني ان الملح متظبط وكله تمام. هدي رشه ملح وفلفل كمان كده خفيفه. بس المفروض ان انت تسيبيها تغلي شويه اكتر من كده. عايزين الطماطم مكعبات الطماطم اللي احنا حطيناها تتهري كده شويه وتتسلق كده، يعني تدوب مع اللحمه المفرومه عشان تبقى حلوه قوي. بعد ما يحصل كده نقوم بقى ايه جايبين المكرونه الاسباجيتي الحلوه بتاعتنا ونحطها معاهم ونقلب. عايزين تحطوا الاول في الاطباق، يعني وانت بتغرفي تحطي الاول المكرونه وعليها الصوص براحتك. عايزه بقى تعملي زي ما انا عملت كده كله مع بعضه براحتكم برضو. اهو طعمها بيبقى خطير. كده ايه بس عشان تتقلب حلو، ونجيب بقى كده طبق وناخد كده من المكرونة ريحتها خطيرة خطيرة. عايزه بقى كمان اجيب الكبشه اخد من الصوص احط ايه اكتر من كده على المكرونه. بالمنديل نروق الطبق الحلو ده ونحط له رشة خفيفة خالص كده من البقدونس من فوق. كل واحد بقى يجيب الشوكة بتاعته وبالهنا والشفا. باستا لذيذة جدا وسريعة بصوص البولينيز المصري. ايوه اهو خطيرة. او تقدروا تغرفوها زي الطبق اللي احنا محضرينه، المكرونة لوحدها وعليها الصوص ده، وانتوا بقى تقلبوا كده وقت الاكل مثلا هتلاقوا طعمها برضو ظريف جدا جدا. او الطبق اللي انا عاملاه ده كله مع بعضه براحتكم والهنا والشفا. طريقة ظريفة وسهلة وتخلص الغداء اوام. فاصل بسرعة لما الشيء ونرجع نعمل الميلك شيك الموز حلو جدا. خليكم معانا. هنعمل دلوقتي وصفة الميلك شيك الموز، سهلة جدا وطعمها لذيذ. الولاد بقى واحنا ده الموز، والكلام ده مهم برضو ندلع نفسنا كده في ساعة مش مغربية بقى، ساعة العيشة بقى عشان تبقى الدنيا ضلمت، ونشرب حاجة مثلجة كده وليها قيمة غذائية وخطيرة. بصوا أنا معايا موز، معايا ثلاث موزات حلوين طريين كده خلاص أهو، يعني لسه فيهم شوية لسه بيقولوا حاجة يعني قبل ما يبقوا خلاص بايظين. ومعايا كوبايتين من اللبن الساقع، معانا نص كوبايه من الزبادي، ممكن نقلل نص الكوبايه، ممكن ناخد معلقه زبادي واحده بس. معانا ايس كريم فانيليا بوله او اتنين برضو براحتك. معانا معلقه كبيره او معلقتين من العسل الابيض وشويه تلج، والكلام اللطيف ده كله هنحطه في الخلاط. بس كده
اي حاجه. هناخد الموز اللذيذ ونحطه في الخلاط، تلات موزات حلوين مع اللبن بقى والايس كريم والحاجات اللذيذه دي، ونعمل الميلك شيك خطير، انا بحبه جدا. انا اصلا بحب الموز قوي، من الناس اللي بتحب الموز جدا. كان في كتاب المدرسه زمان مين اللي كان بيضع قشر الموزه في الفناء، في فناء المدرسه. بصوا انا من ساعتها بقى وانا بحب الموز. بوله ايس كريم وبوله كمان من الايس كريم اهو، وهنحط اللبن، لبن حليب سائع، زي ما اتفقنا زبادي، عايز اجيب معلقه، معلقه ولا معلقتين من الزبادي كده، والعسل الابيض كفايه، وشويه تلج، ونضرب بقى الكلام اللذيذ ده. بسم الله. الله الله عليك يا موز، ايه اللي انت عايزه ده؟ ايه اللذاذه دي؟ بس كده ولا اي حاجه تانية. انا جبت الشوب اهو خطير مع الشاليمو بتاعته، ميلك شيك الموز بالايس كريم خطير، زي بتاع الكافيهات بالظبط واحلى كمان، اخر لذاذه وسائع كده وحلو جدا، تعملوه ان شاء الله بالهنا والشفا. الحلقه خلصت. عملنا اول وصفه مع بعض الباستا البولونيز، وصفه ظريفه جدا وسهله قوي، هتخلينا نخلص الغداء اوام وايه ويعني وتريحي بقى، تريحي شويه وبعدين تقومي بقى تعملي لهم الوصفه الثانيه. عملنا الموز الميلك شيك الموز، وصفه ظريفه جدا ومنعشه ولذيذه زي بتاعه الكافيهات بره كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم والوصفات عجبتكم. انا بشكركم جدا انتوا بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.